السلام عليكم. واجهات الواني اي 6 والاندرويد 14 وكشف موعد اطلاق الاصدار المستقر واول هواتف سامسونج التي ستحصل عليه رسميا. تجري شركة سامسونج اختبار واجهات الواني اي 6 والاندرويد 14 الاصدار التجريبي لعدد قليل من اجهزة الجالاكسي. وفي تطور حديث كشف مصدر موثوق ان تحديث الواني اي 6 المستقر سيصدر في نهاية شهر اكتوبر ان شاء الله. تحديث واجهات الواني اي 6 والاندرويد 14 لهواتف سامسونج. وفقا لتسريب جديد ستقوم سامسونج بإصدار واجهات الواني اي 6 الإصدار المستقر في نهاية شهر أكتوبر، وسيأتي التحديث أولا إلى سلسلة الجالاكسي الاس 23 ومن ثم ستنضم الهواتف الرائدة الأقدم تبعا. أشاد المسرب أيضا بقرار سامسونج بدفع الإصدار الثابت دون أي اندفاع، وبدلا من أن تصبح الشركة الأولى يجب على الشركة نشر برنامج ثابت الواني اي خالي من الأخطاء ومستقر استنادا إلى اندرويد 14. جدير بالذكر أن سامسونج أصدرت حتى الآن 5 تحديثات رئيسية للواني اي 6 بيتا لسلسلة الجالاكسي الاس 23، والإصدار التجريبي متاح أيضا لسلسلة الجالاكسي الاس 21 والاس 22، والذي يمكن أن يتحول إلى مستقر بحلول نوفمبر من هذا العام إن شاء الله. هواتف سامسونج التي ستحصل على واجهات الواني اي 6 والاندرويد 14. سنعرض لكم الآن في هذا الفيديو الوقت المتوقع للإصدار الرسمي للواني اي 6 لجهاز سامسونج جالاكسي الخاص بك، ويمكنك التحقق من ذلك من خلال القائمة المذكورة في هذا الفيديو. اكتوبر 2023، سلسلة جالاكسي اس، الجالاكسي الاس 23 او السلسلة بالكامل، وسلسلة الجالاكسي الاس 22 والجالاكسي الاس 21 السلسلة بالكامل والاس 21 اف اي، سلسلة الجالاكسي الزد، الزي فولد 5 والزي فليب 5 والزي فولد 4 والزي فليب 4 والزي فولد 3 والزي فليب 3، سلسلة الجالاكسي اي، الجالاكسي الاي 34 والاي 54، سلسلة الجالاكسي تاب، الجالاكسي تاب اس 9 الترا والجالاكسي تاب اس 9 بلس والجالاكسي تاب الاس 9 والجالاكسي تاب الاس 8 الترا والجالاكسي تاب الاس 8 بلس والجالاكسي تاب الاس 8. بالنسبة لنوفمبر وديسمبر 2023، سلسلة الجالاكسي الاي، الاي 73 والاي 72 والاي 53 والاي 52 والاي 52 5G والاي 52 S، الجالاكسي اي 33 والجالاكسي اي 24 والجالاكسي اي 23، الجالاكسي الاي 14 والجالاكسي الاي 13 والجالاكسي الاي 04 اس، سلسلة سامسونج جالاكسي ام، الجالاكسي ام 54 والام 53 5G والام 33 5G والام 23، سلسلة الجالاكسي اف، الجالاكسي اف 54 والجالاكسي اف 23 والجالاكسي اف 14 5G وسلسلة الجالاكسي اكس كوفر الاكس كوفر 6 برو. هل انت متحمس للحصول على تحديث سامسونج الجديد؟ وما رايك في تحديثات سامسونج وهواتف سامسونج ككل؟ اخبرنا عبر التعليقات، ولا تنسى دعم القناه. دمتم سالمين، مع السلامه.